أتعرفون من هذه السيدة؟ قبل البدء بالتعريف عن هذه الشخصية، لا تنسوا الاشتراك واللايك في هذه القناة ليصلكم كل ما هو جديد. الوزيرة الحاسمة كما وصفها الناس، المتتبعة لمراحل التعليم العالي ومراحل التعليم ما قبل العالي. ولا عجب بوصفها بذلك، فهي تنحدر من أسرة معروفة، فوالدتها سميرة بن سالم المعمرية عينت في منصب مفتشة عامة للتعليم في السلطنة عام 1971، ووالدها السيد سعود بن أحمد البوسعيدي كان شاهداً على حقبة انتهاء الحكم العماني في زنجبار. معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي السابقة، التي غادرت منصبها بعد أكثر من 16 عاماً منذ تعيينها فيها، حيث تم تعيين معالي الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدلاً عنها، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 111 على 2020. حصلت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة إكسفورد. مراسيم التعيين: المرسوم السلطاني رقم 12 على 92 بتعيينها مستشارة بوزارة التربية والتعليم. المرسوم السلطاني رقم 77 على 2001 بتعيينها وكيلة لوزارة التعليم العالي. المرسوم السلطاني رقم 28 على 2004 بتعيينها وزيرة لوزارة التعليم العالي. هي رئيسة مجلس جامعة السلطان قابوس، ونائبة رئيس مجلس التعليم العالي، ورئيسة مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية بمسقط. هي نائبة رئيس مجلس الاعتماد العماني، وعضوية المجلس الأعلى للتخطيط. حاصلة على جائزة المرأة العربية المتميزة للدورة الثالثة 2006. حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة جلاثجو كالدنيان البريطانية. حاصلة على درجة الدكتوراه الفخرية من كلية واشنطن وجيفرسون، وذلك تقديرا لدورها في منظومتي التعليم والبحث العلمي في السلطنة.